تسيب الساعة 8 من هنا وتلاقي تلات أرباع ناس صغيرين وكبار قعدوا وتسمروا قدام شاشة السي بي سي، قعدوا يتفرجوا ويتناقشوا ويعيشوا مع هبة رجل الغراب. الحقيقة إن المسلسل ده يعتبر ظاهرة، ظاهرة لواحد للنجاح الكبير اللي محققه. نجاح يعني إيه؟ يعني تلات أرباع مصر بتتفرج عليه، بتحبه وما بتحبوش بس بتتفرج عليه وعارفه الشخصيات، وتحس كده ان هم ايه قرايب الناس. اللي يتكلم على بيري ومستر ادهم ومس فريده عادي، يعني بقوا جزء من الحياه اليوميه للناس والمشاهدين. ظاهره لانه هو اصلا متاخد عن مسلسل كولومبي، والحقيقه ان مش كل المسلسلات بتترجم او بتتدبلج بتلاقي نجاح كبير، يعني في كتير من الاحيان ما بتنجحش. انما المسلسل ده عمل نجاح خلى الناس تستغرب ازاي ننتج حاجة ونبقى مش متأكدين قوي ان هي هتحقق الرواج ده، تحقق رواج اكبر واكتر من المتوقع. استثنائي ليه؟ لانه كتير من الوجوه اللي فيه يا اما وجوه بتطلع لاول مرة او ما شالتش بطولة منفردة في اعمال اخرى، كلهم داخلين بروح كده مختلفة، عارفين في حاجات يقولك ايه تجريبية، المسرح التجريبي، التلفزيون التجريبي، كلهم داخلين بروح مش عايزة اقول مش احترافية، لا مش ده المقصد، المقصد ان هم كلهم داخلين بروح حلوة، روح صداقة، روح ان هم بيعملوا حاجة مع بعض. والغريب انه الهزار والعلاقات الطيبة واللطيفة اللي بينهم تحولت لواحد من انجح المسلسلات اللي دلوقتي عمالين الناس كلها بتسأل من قبل ما الجزء الثاني يخلص، هو امتى الجزء الثالث وايه اللي هيحصل فيه؟ لازم نعترف كبارا وصغارا ان مسلسل هبة رجل الغراب يكتسح. غيرت شكلها خالص، محدش يقول انها هي. لا احنا ما اتفقناش على كده، دول يا دوبك كده يجيبوها ويصوروها ويحطوا صورتها على علب لبن الاطفال ويقولوا لهم لو ما كنتوش تشربوا اللبن ده هتبقوا عاملين زي البنت الوحشه دي. ليه مش حاطه صوره في السي في بتاعي؟ لان السي في بتاعي كويس، مش عايزه ابوظه بصوتي. بريهان مأمون، خرب بيت حلاوتك، ذوقك بلدي قوي، هايله جدا حبيبه قلبي. انا حاسس ان انا في حلم بجد وقلب لكابوس. وده ايه ده بقى؟ ان شاء الله وسطك ده ولا وسط البلد؟ انا هجيب عيل اعمل بيه، انا هعرف اربي حد ولا اتربيت اصلا؟ لا انت فعلا محتاج تتربى. مسز لينا بتقول لحضرتك لو عايز تكلمها اتصل بعزرائيل. هو كوكتيل المشروب ولا الحفله؟ مش لابسه كده، محتاجه. مبسوطه ان انا شفتك. I will call you. نو ما تقول على الشركه، على الشغل، على اللي فيها. عادي، ما سمعتش حاجة دلوقتي. أنا مش فاهم، أنا بختار المجانين. هما بيبقوش مجانين، بس حضرتك بتجنني. كلكم عمالين تسلموا على بعض وتحضنوا بعض وأنا لأ، مش كده؟ رماه. الله، جاي لك يا طهرة. ايوه بنتفرج عليه ايا كان اعتقادك ان هو ملوش، يعني مش مسلسل عميق المغزى، بس مسلسل حلو والناس بتتفرج عليه. خلينا نرحب بحفاوه وبمحبه بمجموعه من ابطال العمل ده. اولا المعجبه به الشركه كلها وكمان معظم المشاهدات من الجنس اللطيف، رئيس مجلس الاداره مستر ادهم. حازم سمير الوحيد، او هو وحد تاني اللي شكلهم في الحقيقه هو اللي في المسلسل، يعني مزبوط. الباقي ما اعرفش عاملين في نفسهم عمايل. طيب خلينا نروح مع الجميله طبعا، بس اللي طالعه في المسلسل بدور البرويه الغلاويه اللي ما تفوتش اي فرصه عشان تاذي الغلبانه هبه رجل الغراب، اللي بيقول عليها تيمور يخرب بيت حلاوتك، باري او ريم مصطفى. اتفضل.
اهلا بيكي. اهلا وسهلا ريم. انا طبعا طول الوقت هتلخبط وعادي جدا ان اقول اسمائهم في المسلسل لانه احنا تعودنا على اسامي ثانية. صح كده. طيب اما اللي الشركه شركه ايكو مودا ما تستغناش عنه ابدا ولا عن خدماته ولا عن انجازاته ولا عن مراسيله ولا مشاعره الطيبه ولا عن افهاته الجميله رماح، رماح الشركه حماده بركات. اهلا يا رماح. انا قلت هتيجي بالفيسبا يا رماح. انا قلت خفيف خفيف كده عشان الجو برد النهارده فبلاش. انت اهم واحد طبعا الشركه كلها ما تستغناش عنك من وجهه نظري يعني الحقيقه. طيب معانا كمان نموذج للفنان اللي سلطته قويه في الشركه طبعا، بس الكل بيتعامل معاه بحذر لانه سريع الغضب كبير الموهبه، ما يتحملش ابدا 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 العك اللي بتلبسه هبه رجله وراب. مصمم الازياء الشهير هادي او محمد سليمان. فين البونيتيل والها؟ القطه كلته امبارح. لا يا راجل. لا يا راجل. طب فين البنطلون المستردة؟ طب انا عايز اقول لك حاجه، انا قعدت سنتين بالبونيتيل، ينفع اقعد اكتر من كده؟ لا 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 اكتر من كده اخاف عليك. طيب اما الحقيقه مزه المزز التي لا يختلف على اناقتها اثنين ولا على ادائها الانثوي اي حد، الموهبه اللي بانت وبزغت قبل هبة رجل الغراب، إنما ظهورها في المسلسل ده واختلاف حتى أدائها عن النسخة الأمريكاني والنسخة الكولومبية والنسخة اللي واللي واللي المسلسل اتعمل كتير، خلانا مش بس نحبها أكتر، خلانا نتأكد إنه في جيل جديد له نمط ومقاييس هتغير حاجات كتيرة في الدراما التلفزيونية والسينمائية. إحنا معانا أشيك بنت في مصر. طبعا انا مستخبيه جوه دلوقتي. لا بس النهارده بجد هتلاقوها شيك وموزه الموزز، هبه رجل الغراب او ايمي. معلش يا جماعة قبل ما نبتدي كلام أنا محتاجة الكاميرا كده تجيبها تلت أب من تحت لفوق عشان نصارد الأناقة. الجزمة بليز أول عشان التاتش ده فارق لي جدا. مبروك نجاحكم المذهل في البرنامج. ومش عايزاك تزعلوا مني، غير متوقع أو أكتر بكتير من المتوقع. قال لك في مسلسل كده بيعملوه بينتجوه ده الكلام ده من فترة، من سنتين حتى شوية ناس كده يعني حتى ما بقاش عارفين. صح. وبعد كده تعرض على قناة مشفرة قالوا ده مسلسل حلو قوي، قلنا المصل المشفرين دول لهم يعني مقاييس مختلفة، لحد ما تعرض على واحدة من أهم الشاشات مصر كلها تفرج عليها وكان نجاح. لازم أولا نفرح لكم، ثانيا نسأل أسئلة كتيرة جدا. شكل هبة رجل غراب وصلت له ازاي؟ ماله؟ لا وصلت له ازاي؟ كيوت حتى ده. كيوت. والله يعني وصلنا له بعد حبة حلوين يعني، بس هو اصلا حضرتك عارفة انه اجلي باتي حضرتك شفتي حضرتك بتعبني جدا. جيت لك انا تاني. هو يعني كان هبة عشان الشكل التقليدي الاجلي باتي الامريكاني او الكولومبي اللي هو الاصلي كان البريسز والشعر قصة وكده، فحاولت يعني افكر انا وخالد عزام كان هو الستايلست، قعدنا نفكر انه ازاي نبعد عن الشكل ده عشان ما بقاش تقليدي وعادي، فقلت بدل البريسز احط سنان، الشعر لو ليس اعمله منقوش. تحط سنان ازاي بقى؟ رحت لدكتور السنان الحقيقة وعملت يعني دفعت فلوس كتير. لا اسمها بابا دفع فلوس كتير. صح ضربت صح؟ من بابا فلوس كتير. بيركب لك عارفه لما زي السنان العاديه، عملت سنان يعني بنت ناس سنان و ايه ده تلبسيها يعني؟ فوق سنانك
وتلاقيها بعد التصوير. انا اول ما يتقال ستوب تلاقيني شلته معايا. حتى تلاقي هبه دايما معاها كلينكس، لان انا دايما تلاقي هبه دايما معاها كلينكس، لان انا بشيل سناني بعد الستوب لاني ببقى هبله ولساني اهبل ومش عارفه اتكلم. انا بناتي الصغيرين طبعا من المعجبين جدا بالمسلسل، وجم سلموا عليهم كلهم، يعني سلموا عليهم كلهم بحفاوه، ها ما شاء الله، محدش عبر ايمي خالص. وبعد كده قعدوا، فقلت لهم ما سلمتوش عليها ليه؟ قالوا لي مين دي؟ بس حضنوني. ما هو بعد ما شرحنا لهم ان انت هبه، كان نازل كتالوج يا هبه يا ابني ولا ايه؟ هبه هبه مش يا هبه. فحاجات بسيطه، حبوب حسنه، نمش كده يعني، قعدت افكر لبس. طب والشعر ده نكشه شعرك بس ولا لابسه حاجه؟ دي باروكه يا ست الكل. لا والله شعر ده اساسا دي خيشه، هي اصلا مقفله كده، وبعدين بسم الله ما شاء الله ما ينفعش تتغسل، لان لو اتغسلت هيبوظ. فانا كنت معفنه طول التصوير يعني، قاعده بيها كده على نفسك. لا يعني الباروكه يعني لازم، عشان خلاص هي دي اللي عجبتني، فما فيش زيها تاني، فهي دي اللي انا عايزاها. ف طيب عايزاكي قبل ما هي ترد تحليلي شويه علاقه الناس ببيري. الناس طبعا مش طايقه الغل ونفسيتها الصعبه الجحيم دي، بس بتحب كل المشاهد اللي فيها بيري. يعني يقعدوا كده ايه مستنيين، ما تبقيش فاهمه هم مش طايقينها بس بيحبوها قوي. اشرحي لي كده قبل ما هي تتكلم. اولا بيري اعز صديقاتي، اتفه واحده في اصحابي واكتر واحده بحبها مبدئيا، يعني اكتر واحده بحبها صاحبتي جدا، وانا وهي بنتخانق في التصوير وفي الحقيقه. بس هي اكتر واحده صاحبتي، هتعرف هتتكلم دلوقتي هتشوفي شخصيتها اللذيذه، شخصيتها البسيطه الركزه. لكن ريم اول مره تمثل كان هبه رجل مراب، فانا بصراحه من الناس اللي شفتها انه برافو، يعني ما شاء الله عليها في جرأة، لانه ده 180 حلقه. انا اشتغلت كام فيلم وكده، اول ما قالوا لي 180 ليه؟ ده مهند ونور عاملين ايه دلوقتي؟ يعني بقيت قلقانه. فهي برافو ان هي عملت كده، وشكلها مستفز وهي مش كده خالص، هي جدعه وطيبه واكتر واحده صاحبتي وكل حاجه. بس البنت اللي كانت في الكوافير، عشان احكي لك الموقف ده، ايوه قالت لي ده البت بيري دي غلاويه، لا مش كويس. قلت لها على فكره دي كويسه جدا، يعني هي ما دام مثلت وانت قلتي عليها غلاويه يبقى هي ما مثلتش. قالت لي لا في حاجه. فده معناه ان هي برافو. فاتفضلي لي يا استاذه، ليه صاحبتك بتقول عليه كلام وحش كده؟ مش عارفه والله، معني طيبه معاها جدا في المسلسل وبره المسلسل. لا هو انا وايمي فعلا صحاب جدا، بس ناقر ونقير طول الوقت، لان انا كل حاجه بارده جدا وهي كل حاجه بتاخدها على اعصابها، ده في الحقيقه يعني. لكن في المسلسل طبعا الناس كلها عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط. اول حاجه تمثليها خالص، اول حاجه خالص. بس شكلك مش اول مره يعني، محترفه يعني. انا اقنعت نفسي اني بمثل من زمان، يعني اول يوم داخله انت بتمثلي من زمان بس مش واخده بالك. لا والله، وداخله على الاساس ده. والله العظيم، وبعدين ابتديت اتعامل مع الموضوع ان انا داخله العب، يعني انا ما بارده بارده دي بني ادمه بارده، بس جميله زي جميله. ايوه بقول لهم انا طول عمري نفسي، هي بتعمل كده طول عمري نفسي امثل علشان الحركه دي، نفسي اعمل حاجه اكشن. انا اول مشهد كمان ما بنساهوش كان مشهد الانترفيو اللي كان بيني وبينها هبة وبيري داخلين يعملوا انترفيو مع بعض، وانا ما اعرفهاش اصلا، وشايفاها ما شاء الله قمر وشعر اصفر، وانا بقى كمان مهببه في اول يوم تصوير، وباروكه واسنان، وانا اصلا مش ناقصه. فقعدت قلت لهم ايه البت الوحشه قوي لو كل شويه بتصيري في الممثله الجديده يعني وحشه جدا. انت مالك وحشه جدا؟ مالك وحشه كده بصراحه. اقول لك حاجه، انت تضايقي اي حد؟ انا بتضايق بس انا في الاول. لا تضايقي من حلاوتك يعني. لا بجد؟ والله الحمد لله. قالوا لي ان انت ابتديتي، قالوا لك تعملي، وهم بيعملوا كاستنج اختبار للكاميرا، عملتي دور لنبيله عبيد. بالظبط كده، شادر السمك على طول، لبست اشارب وقمت مشهد من نبيله عبيد في شادر السمك. بص يا بيري، لا انت ولا اصحابك هتخرجوا من الاستوديو ده غير لما تعملي حته من شادر السمك. يا نهار ابيض، انت عايزه تموتي ولا اصحابك؟ يا نهار ابيض، خلينا قاعدين احنا ما وراناش حاجه. انا مرتاحه في القعده يعني. وقولي لي، طب على ما تتقمصي كده لازم تعملي حته كده شادر السمك. طب نختمها في الاخر. طيب هنتفرج على مشهد الانترفيو وانت تكوني حبيتي. اسم حضرتك؟ بريهان، بريهان مأمون. هايلة جدا. وحضرتك؟ هبة عبد العزيز النجار. لا يا هبة يا حبيبتي، خلاص يعني التليفونات موجودة والصور، انت مركز صورة. طيب خلاص اوكي، هتصل بيكي. اوكي ميرسي يا فندم، باي باي. هو انت ايه يا بنتي، ما بتزهقيش؟
مش كفايه اللي عملتيه فيه النهارده، عايزه منه ايه تاني؟ وبعدين خلاص يا حبيبتي تو ليت، الميتنج اوريدي اتلغى. فيها بيري. مساء الخير. اتفضلي يا بابا. بيري يا صباح الفل، اشرقت الانوار. ايه ده؟ انا اسف والله العظيم، انا اسف، بصحيكي بدري عشان تيجي تشوفي شغلك. ما عنديش اي حق. فطرتي؟ طب لك فطار؟ ايوه بس استاذ، هاتي لي دراسه الجدوى وتقارير الاقسام الثانيه من هنا من بره. خدي وقتك يا بيري، حضري الشخصيه كويس لحد ما اشوف مستر ادهم. ايه انت تسبلي ولا ايه؟ انت بتسبل الشركه كلها. خليني، انا اتفاجئت لما عرفت ان انت اصلا يعني مونتير، وبعد كده اتفاجئت اكتر لما عرفت ان انت قبل ما تبقى مونتير او بتاع مونتاج، فني مونتاج او فنان مونتاج، ان انت اصلا كنت مذيع. لا كل ده كان مستخبي فين؟ احكي لي. قبليها كنت مرشد سياحي. لا يا راجل. قبليها كنت موديل اعلانات. ليه انت عندك كام سنه حضرتك؟ لا مش كبيرة قوي. ابتديت من بدري. احكي لي كده بالتسلسل. التسلسل اعلانات وانا في الجامعه مع مسرح الكليه. اعلانات ايه؟ طب فكرني كده. حاجات كتير قوي، مسرح الكليه ودراستي ارشاد سياحي، فكنت بنزل مرشد سياحي وانا في الكليه. بعد ما اتخرجت جات لي فرصه اشتغل في القنوات المتخصصه مذيع، قلت تمام انا بحب الحاجات دي. كنت مذيع ايه؟ مذيع برامج في النايل دراما، فالنايل دراما كلها برامج عن المسلسلات وعن لقاءات مع مخرجين ومؤلفين ومنتجين. قعدت سنه وما انبسطتش قوي، بعد كده دخلت بقى في المونتاج. وفضلت بقى كتير فضلت يعني انا اول مره يعني انت عملت شويه اعمال، بس لفت الانتباه في مسلسل غمضه عين مع انغام ودلال بحيري. كان مزبوط. كمان المسلسل كله كان حلو، وانت كمان كان دورك متميز فيه. الحمد لله. مخ الانسان ده متقسم مناطق، في مناطق بتتحكم في الذاكره ودي اللي اتاثرت بالحادثه، في مناطق تانيه مش بالضروره تكون اتاثرت، ومنها اللي بيتحكم في المواهب زي القرايه والكتابه والرسم والحاجات دي. يعني انا ممكن ترجع لي ذاكره في يوم من الايام يا دكتور؟ انا مش عايز اديلك امل يا ليلى وما يتحققش، بس في نفس الوقت مش عايزك تياسي. يعني ايه؟ يعني الامل موجود بس مش كبير. طيب وايه بقى مستر ادهم ده؟ يعني هو ده طيب ولا وحش؟ ما هو ادهم مدربك كده في بعضه. ادهم في الاول انت بتبقي شايفه ان هو يعني ليفل معين، شركه بابا بتاع بنات مودلز مش عارف ايه، وبعدين تبتدي تكتشفي بقى مع الاحداث ان هو مش كده، هو فاشل في الشغل. بس هو طيب، يعني هو عنده حاجات كتير وحشه، بس هو في الاخر بني ادم طيب. لا انت يعني بينك وبين نفسك قلت انا همثل واحد وكدا. همثل واحد شرير ولا واحد طيب انت من جواك؟ لا هو ولا شرير ولا طيب، هو بني ادم طبيعي، عنده ده وعنده ده. عنده الشر وعنده الطيبه. بس الشر اللي عنده ممكن في اوقات بيبقى زياده قوي، بس عنده ضمير. يعني دايما ادم بنشوفه مع فريده، وهو برده مش عاجبه اللي بيعمله مع فريده بس مصلحه. واللي بيعمله مع هبه برده مش عاجبه بس مصلحه. يعني حتى مازن بيقنعه بكده، بيقول له الشركه هتروح. فهو عنده ضمير، يعني هو شراني وعنده افعال شرانيه كتير وبيغرق الدنيا وبيأذي هبه وبيأذي فريده وبيأذي الناس. بس في الاخر عنده يعني عنده ضمير، لسه بقى في احداث ثانيه. انت مش فاهمة كلامك ده بيعمل فيا ايه. تديني قوة واقفة، وقفتك جنبي دي تساعدني جامد اوي، هي اللي مخليني اعرف اعدي اليومين دول. هبة تاني يا هبة؟ هبة ايوه. انت سرحت في ايه يا هبة؟ لا ولا حاجة يا فندم، سوري. رايحة فين يا رجاء؟ حضرتك كنت رايحة الحمام. طب اسمعوا بقى، أنا هقول لكم الكلام، والكلام ده متوجه للكل، ويا ريت ما تضطرونيش إن أنا أعيده تاني. من النهاردة مش مسموح لأي واحدة فيكم تتأخر بعد البريك. اللي هتتأخر ما تجيش، ويا ريت ما أشوفهاش في الشركة تاني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضلي على الحمام. أستاذ رماح،
اهلا وسهلا. حاسين كده ان انت طيب دمك خفيف، ده كانت مكتوبه الشخصيه كده ولا انت زودت عليه؟ لا الحقيقه هي كانت يعني متاسسه كده شويه ان هو رمح مش كده قوي يعني. طبعا شريف بدر الدين عامل على الورق عامل الشخصيات كلها مختلفه وكلها لها خطوط يعني وتاريخ للشخصيه. انا حاولت اسس شويه فكره الطيبه لانه حسيت ان هو يعني مش متوائم شويه معانا هنا في مصر ان هو يحب واحده سلوكياتها مش مظبوطه شويه. فحسيت خفت على رماح لان انا حبيت رماح جدا. فحسيت ان انا حاولت اعمله طيب شويه، زائد يعني دمه خفيف شوية، زائد ان هو يعني يبقى فيه شوية تفاصيل كده تقربه شوية للناس. يعني انت قلت لي اول ما تقابلت مع ايمي في مشهد سدت نفسك. لا ده ايمي دي علاقة غريبة بيني وبين ايمي. انا ايمي يعني ايمي اعرفها من فترة شوية، كنت شغال مع الاستاذ سمير غانم في مسلسل. صغيرة حلوة، كنت صغيرة كده في المدرسة. وكانت بتجينا زيارة. هي برضو بها هي تقول لك برضو حضرتك زي ما تقول لي حضرتك. قالت لي والله حضرتك. قالت لك حضرتك. فاجئتني. ده هي قضانة بقى. فاجئتني. بس فهي لطيفة جدا طول الوقت معايا وكده. فأول يوم تصوير بعمل مشهد كده معين لقيتها بتقول لي، بقول إفيه مفروض إنه لطيف، لقيت الناس الفنيين بيبتسموا. قالت لي بس ده تقيل قوي. ليه سدت النفسي؟ وأول يوم يعني التمثيل العذر يعني ما قلت لهاش كده، بس لقيتها بتقول لي تقيل قوي. ايه تقيل قوي؟ ايه يا ايمي ليه كده يا ايمي؟ ليه كده؟ ليه ده احنا لسه بنقول يا رماح. ليه قلت له كده؟ ليه قلت له كده؟ لان انا بخاف، انا على طول كده، انا اي حاجه اخاف. هو حتى حماده عارف الشخصيه دي، ان انا ما بعرفش استظرف غصب عني او بخاف اي حاجه فبمشي جنب الحيط. فحماده جريء ودي حاجه حلوه فيه، يعني هو صح انا يعني ممكن يبقى فيه حاجه صح وحاجه، هو جريء ممكن يقول الحاجه جت يعني يجرب حظه ويهزر وبخف الدم. بس انا عشان بخاف فانا بحبه جدا فخايفه عليه برضو. فخايفه تبقى في حاجه تبقى تقيله اوفر يعني تبقى فيها ممكن ما تبقاش اوفر، بس انا حساسه بزياده يعني بمشي جنب الحيط جدا. بس انا هقول لك، انت قلتي الكلام صح، هو صبغ حتى كل الافيهات بطريقته، ان هو حتى بيقول حتى انا بقول افيهات بريتم بس احنا بنضحك. ويبقى قصده يعني كمان هو ان هو يستظر يعني برافو ان هو ياخد السكه ان هو كمان بيغلس عشان برضو ايه يبقى في الامان. يعني انا اساسا غلس الشخصيه وده حلو وده صح ان هو الشخصيه بتستظرف، فلو الناس قالت هو الشخصيه بتستظرف هو ده صح. فلما عملها بالشكل ده انا شخصيا ضحكت لما اتفرجت وقلت ايه طب انا قلت له تقيله ليه كده حلو. كان مشهد ايه بقى كان بيقول لك ايه؟ اتفضل اتفضل يا برنس. اتفضل يا برنس. هي بتزعل لي في الخير شويه ايمي بس معلش معلش معلش. لا هو كان مشهد كده في بدايه الحلقات، المفروض ان انا النضاره بتاعتها هي وقعت على وشها واتعوجت خالص. المفروض ان رباب بتطلب مني رموحتي وبتاع اعدل لي النضاره دي، فجت لي على الوجع عينيا رموحتي تعالي، فخدت النضاره وصلحتها. المفروض النضاره مكتوبه على الورق ان النضاره دي كعب كوبايه، المفروض ان انا اصلحها، وباجي لابسها من الكريدور كده مش شايف حاجة خالص، فبمسك في مستر أدهم. فطبعا النضارة إيمي لابساها خفيفة خالص، عدسة شفافة عادية جدا يعني بقى عادية. فاضطريت إن أنا أشوف لها معالجة كده، إن أنا أقول لها أنت فين يا رباب أنا هنا مش عارف حاجة كده. فهو ده بقى، والحمد لله طلع لطيف يعني شوية. هي منفسنا عليك شوية 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 كتير الحقيقة. بس تفضلي ماشية بالنضارة عاملة كده كتير. شيخ النضارة إيه تعبانة عايزة أروح أنام. طب هاتي كده. لا 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 يا رباب والله بجد ما بشوفش من غيرها وتعبانه وعايزه اروح. ده رماح يصلحها لك في ثواني. طيب رمحتي؟ ايوه. ممكن تظبط النضاره عشان هيبقى وتيجي بسرعه؟ اوكي يا فندم هاتي. معلش يا رماح. شاطر. حرام عليكي والله يا رباب تعبانه. يا بنتي ده في دقيقه هو هيروح يعمل 100 سنه في ايه؟ يا رباب مش بوسطه جات لي النهارده ولا ايه؟ لا حضرتك مفيش. ايه؟ لا حضرتك مفيش. عليك الصباح على خير. عليك من اهل وحنين. يا رباب ما بحبش الهزار ده، انت بتزغزغيني ليه؟ يوه بغي بس اسكتي. ها ايه ده حلوه؟ حلوه اقلعها بقى بدل ما تتكسر منك. بس خليكي في نفسك. جهاد انت فين يا جهاد؟ انا هنا يا سلامه، انا هنا يا سلامه. جهاد ايه يا ابني اللي انت بتعمله؟ ايه العبط؟ سلامة الشوف يا باشا، انا اسف دي نظاره هبه بس كنت بقى. طيب
هادي مين اللي رسم الملامح ومخفت شوية من الشخصية دي اللي هو طالما انت بتقولي لي يا هادي بقى انا هادي لا انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الشخصيه. اتفاجئت عملوا معايا انترفيو طويل قوي وقعدنا نتكلم وحسيت ان هم بيلفوا ويدوروا كتير قوي مش عايزين يقولوا لي الشخصيه. فقلت لهم ايه بقى انا افتكرته دور شرير وبعدين طلع قالوا لي هو حد سبيشال شويه فهمتش ففين وفين على ما اتكلمنا في تفصيلات الشخصيه وعرفت ان هو حد ستايليست وبتاع ازياء و و و فنان زياده عن اللزوم يعني فنان خالص بيفن على نفسه يعني. وبعدين في زي الشباب كلهم كل واحد اخذ الدور بتاعه وراح بيه في حته تانية. شريف بدر الدين عمل تمصير رائع للورق بصراحه شابوه. لكن فعلا كل واحد فينا اشتغل على الورق على الشخصيه بتاعته من ايمي لا يعني هو ده كان شعرك طويل ولا انت مركز شعري كان طويل شعري كان طويل كنت مرتبط بيه في دور تاني في مسلسل تاني كنت عامل رسام راجل طبيعي طويل. يعني كان مرتبط براجل دور طبيعي صحيح فكان شعري طويل فاستثمرنا الشعر الطويل وسبته يطول اكتر لحد ما لا بس انت ابدعت في الدور انا حسيت بايه انا حسيت ان انا عرفت مفردات هادي اوكي يعني اتفقت مع نفسي على مفرداته على حركه ايديه على حركه ايديه في وسطه على طريقه كلامه على اتيتيوده مع الستات يعني وهو بيتكلم مع ستات بيبقى فلان ده هيعمل ازاي وهو بيتكلم مع بنت خلينا نشوف هادي كده ياكي 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 مش ده اللي انا قلته عليا سامعك عليا انت فين انا جيت كنت بتعملي ايه كل الوقت ده كنت بتغدى اوكي عايزك تاكلي سلطات كتير اليومين اللي جايين لونك مش عاجبني شفت الديزاين بتاعي عليه علشان كده كان لازم اتاكد من كل حاجه بنفسي عشان ما نكررش الكارثه بتاعه الكولكشن اللي فاتت يا عليا عليا فين البولي رول بينك عندك هناك في صندوق هو في ايه يا عليا هو انا مش قلت 100 مره البولي رول يتعلق مع الفستان انا لو اشتغلت على النيو كولكشن بتاعتي بالفابريكس دي او الفانش هنقرض جسمي بيقشعر اول ما باجي جنبه بعدين عارفة صوت ضفرك لما يجي على حتة حديدة مصدية بيبقى عامل ازاي؟ ده بالذات تبعدوا عنه خالص اياكوا يقرب جنب واحدة فيكوا This is the perfect nightmare لأي موديل في الدنيا الولف المفترس اللي بتشوفه في الناشونال جيوغرافيك انتو يعني عندي حس انتوا بتألفوا مش بتألفوا يعني كل واحد بيقول زياده عن اللي مكتوب ده كان مكتوب الكلام ده كان مكتوب حاجه عن ان الفابريكس الضفر بيمشي على الحرير فبيعمل صوت فالمهم خرجنا بالصيغه ديت الورق كل واحد فينا ما زودش بس كل واحد قاله بالطريقه بتاعته يعني ما كانش في حد عايز يقول كلام كتير بالعكس انا في كلام كتير مش قادرين نزود هو ده السؤال 90 حلقه انتصرت 90 حلقه صح الحمد لله هو هيبقى فاضل اسبوع تقريبا والمسلسل الجزء الثاني يخلص يعني ان شاء الله 90 حلقه دول تصوروهم في قد ايه بقى سنتين كنا صغيرين وكبرنا سنتين يا ست الكل سنه ونص انتوا بتتكلموا بجد دخلنا في سنتين في الاخر يعني حاسين ان نوفمبر 2012 سنه ونص خلصنا مايو 2014 احنا ابتدينا اصله نوفمبر 2012 وبعدين وقفنا بقى كتير الاتحاديه الاحداث اللي في البلد 30 حظر التجول حظر التجول فض ربع يعني كل ده عدى عليكم وانتوا بتمثلوا كل حدث كان بيحصل كنا بنقف على الاقل شهر كنت قادرين تمثلوا ده كانت ايام صعبه قوي انا بصراحه كنت بحط تلفزيون في الاوضه وزمايلي اصحابي حبايبي بيشرفوني نقعد بقى ونتوتر ونعمل وننده الناس بقى يعني مش عارفه اعمل حاجه تانية يعني حاطه التلفزيون ومتابعه اخلص مشهد ونطلع نيجي الاقي المخرج استاذ ياسر زايد كان هو بيجي جري في الاوضه ايه اللي حصل في طب وايه اللي كده متابعين يعني مع بعض لا وكنا صغيرين وكبرنا صغيرين يعني في مراحل نمو مرت علينا اللي اتجوزت واللي خلفت واللي طبعا يعني انا دنيا اتخطبت وتعرفت على رامي واتخطبت له واتجوزت وخلفت كايلا وانا بصور في يعني بس
بس عليها حاجه ثانيه. عيب يا بنتي. الى اله طالعه لنا كده من الاوضه اتخضينا. كل اللبس وسعته مع شكل هبه يديكي ده. والله يا جماعه وبتاع. انتي الاخبار عندها مطبخ تحت السرير. انا حاسه كده ان انتوا كلكم بقيتوا اصحاب. المنظومه بتاعت المسلسل نفسها مظبوطه. يا ده كان عليا حاجه ثانيه خالص. بس معلش يا جماعه بريك دقيقتين بس. قفلي يا استاذ مش تقول من الاول كنا قمنا خطفنا العيشه. يا في الحياه دمك خفيف قوي يا ايمي. خلاص بقى يا استاذه بقى.